مرحبا بك ترحب حليمة. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، تبارك الله على الطاقم. بارك الله فيك حليمة، شكرا لك. والشكر للدكتور، بارك الله فيه، الدكاترة اللي كيجاوبونا بالنصائح. البروفيسور عبد اللطيف بور اللي كان معنا في التغذية. نعم، حليمة غتعطينا شي كفيتة في الفران قلتي لنا. إما في الشوا في الفران، إما في ديك الشواية، إما على الفاخر كيما بغات الفيتة دير لها كتزين مزيان. واخا إذا شحال ناخذ؟ سهلة وخفيفة، عندي إن شاء الله من هذا عندي أكلات خفيفة وعندي حلويات، عندي أطباق نصائح. المهم اللي بغيتي إن شاء الله عندي هذه تاهي كتجي مزيانة وكتمشي مع مطيجة طوماط كتمشي معاها أو سلاطة أو. وكيفاش كتختلف هذه الكفتة اللي غتعطينا اليوم؟ فاش كتختلف؟ واش في التوابل ديالها في القوام ديالها؟ لا، الحشوة كاينة، الحشوة وسط منها ديال الحشوة ديال اللوز. ديال اللوز هذا هو التميز اللي كتمتاز به هذه الكفتة اللي غتعطينا اليوم. اي يا حبيبتي كلشي فينا خلاص، حتى الاطفال دابا يحبوها يبغيوها، كاين اللي ما كيبغيش الكفته. كاين اللي نعم، حنا دائما كنقولوا الكفته هي اللي خاصنا نعمروا بها شي حاجه. دابا الكفته دابا ولينا غنعمروها باللوز. تبارك الله عليك حليمه. هكا كنعمروا عندي حتى في الحوت، فين غتعطيها هذيك ورفيتها حتى نفس الحوت كتعمري بها الحوت كتجي مزيانه. نعم، ناخذوا المقادير حليمه. شكرا لزيهان في المراه الكوزينه كتفنن كيف ما بغات الانسان، كل شيء حيت كيكون تبارك الله ما شاء الله اي حاجه يديرها كتصدق زعما. اذا خصو غير يزعم شويه والراحه والخطر 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 الخطر هي كل شيء. نعم، حاجه ما صعيبه، كل شيء دابا سهل الحمد لله. وتا الروح اذا كانت زوينه الماكله كتجي زوينه، روحك اذا كانت زوينه الماكله كيما درتي ليها ولو بابسط الاشياء كتجي زوينه. وي سلالة زيهان اللي كديري سميتو الحاجه كديرها كاع مزروبه، انا بالنسبه للدراهم مزروبه كتجي مدكشه كتجي رفيعه. هذه عاوتاني سا ديبون على الاحترافيه، عاوتاني الا كنتي محترفه عاوتاني ودرتي بالزربه كتصدق. وي والله الا كتكون شي حوايج كديرها بعض المرات كيكات، عندي كيكات ان شاء الله دابا نعطيهم لكم ان شاء الله. ان شاء الله هانتي معنا باذن الله، واللقاء المفتوح راه ديالكم لاله حليمه. بارك الله فيكم، تبارك الله عليكم، راه ما كتبخلوش علينا، الله يجازيكم بخير. ناخذوا مقاديرنا. اي مقادير مرحبا، يلا هذه على حسب الاشخاص. هذه نعطيك المقادير ديال كيلو ديال الكفته. كيلو كفته ديال الكفته كاينين أربعة ديال الفصوص ديال الثوم أو ثلاثة مدقوقين، إلا كانوا كبار يديروا ثلاثة، إلا كانوا صغار يديروا أربعة مدقوقين. مدقوقين. أيه كاينين جوج معالق كبار أو ثلاثة ديال المعدنوس، اللي كيبغي المعدنوس يديروا يطوبوا يكون مدقوق مع الثومة. المهم أنا نعطيك المقادير ومن بعد غادي نوريك زيد. أيه، معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال التحميرة اللي هي الفلفل الحمر. التحميريه هي هادو هما المقادير ديال الكفته. وعاد ناخذوا المقادير ديال الحشوه. كاين هي كيلو ديال الكفته كتمشي مع كيلو وربع ديال اللوز. كيلو وربع يعني اربع 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 كيلو. خلعتيني ربع ربع ديال اللوز. انت عقلي على الكفته، جمعتي لي الكيلو ديال الكفته مع الربع ديال اللوز. وهذه ماشي خاصه، هذه خاصه جيش ياكلوا فيها، خاصنا ياكلوا فيها ماشي 20 ولا 30 واحد. حيت عيني كبيره، حيت عيني كبيره بزاف. تبارك الله عليك لاله حليمه. ربع ربع كيلو لوز. ايوه تبارك الله عليك، راك رد البال معايا، تبارك الله عليك ما شاء الله. ايوا المنطق، غير المنطق وصافي. حبيبه ديالي الله يجازيك. ربع كيلو لوز. كيلو ديال اللوز، وكاين معلقه صغيره ديال القرفه. صغيره قرفه. ومعلقه صغيره ديال السنيده. صغيره سنيده. معلقه كبيره يدير كبيره باش دي مع اللوز، معلقه كبيره ديال الحركه كبيره سليده. أيه. ومعلقه كبيره ديال الزبده وشويه الماء الزهر على حسب الذوق. شويه اللي كيبغي ما بغاش، المهم شويه كيعطي حتى ديك النسمه، هو ما يكثرش بنادم كيجي شويه كيعطي المروره، المهم هي شويه. نديرو ليه واحد المعلقه كبيره. لا بزاف بصح، نديرو معلقه صغيره قطرات. انا كندعي قطعين نسمه صافي، نسن داك اللوز وصافي. واخا قطرات. أيه. هانا يلا نتعاودي المقادير ندير الطريقه. يلا سير. عندنا لاله كيلو كفته، ثلاثه حتى لاربعه ديال الفصوص الثوم مدقوقين، جوج معالق كبار معدنوس مدقوق، والاغلبيه ديال العيالات كيدقوا الثومه مع المعدنوس. معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر. غنمشيو الحشوه ديالنا، فيها ربع كيلو ديال اللوز، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، وشويه ديال الماء ديال الزهر. نديرو واحد جوج ولا ثلاثه ديال القطيرات. اييه عندنا واحد الطريقه بعدا، المهم ديال البرنامج ديال اللقاء المفتوح، حتى حاجه ما كتضيع، كلشي كيبقى من حاجه ما كتلاح. يلا من بعد غنقول لكم داك اللوز اللي غادي نسلقوه. اذا نسلق الماء وديك القشره ديالو ما كنلوحوهاش. اذا القشره شنو كنديرو بهم؟ كنحمرهم انايا ولا نخليهم في الظل كينشفوا وكنطحنهم.
كيداروا في الكيكه كيداروا في الحلوه كيداروا في اي حاجه ما ما يضيعوش الانسان كيجمعهم ويحتفظ بهم كنشدوا داك اللوز كنهرمشوه ما يكونش رقيق يكون غليظ شويه واخا كنزيدو الزبده ايه نجيب لك ديك الزبيده اللي هي دايبه وندير معلقه شويه ديال الماء زهر وديك القرفه المعلقه صغيره ديال القرفه وديك المعلقه كبيره ديال شويه عليا صباعي صباعي مساكن راهم عياو انت شوفي كنهرمشوا اللوز بين وبين كنزيدوا ديك الزبده الدايبه كنزيدوا القرفه ياك سيدي ايه الماء زهر شويه ديال الماء زهر الماء زهر وديك المعلقه كبيره ديال السنيده كبيره السنيده ديال السنيده كنخليهم هاد كنخلطوهم ونخليهم في الجانب يعني نخلط الكل اي هذا كنحط ديك الكفته حتى هي كنخلطها مع ديك الباقي ديال المقادير ديالها هي تخلط مع المقادير ديال اي كنشد ديك الكفته كنكورو كويره في يدينا نكورو كويرات هي في يدينا كنديروا حفره في الوسط ايوا هدي عليا دابا حنا كورنا كويره وحده ياك ياك ايه كتهد كتهزم ديك الحشوه ايه زيد عي شويه زيد الحزم قطعه صغيره تكون عي شويه حتى مدوره بحال صغيره كديرها في ديك الكفته في ديك الكويره ديال الكفته كتدخليها لداخل في ديك الكويره ديال الكفته اي ديك ديال لا ديال اللوز كتخشيها في اي في وسط الكفته انا فهمت كتجمعي عليها عاوتاني كتكوريها ايه ايه كتجمعيها كامله ايه ايه دابا مشيت معاك في الطريقه هذه كنديروها حتى في الكراتان ديال البطاطا والكفته حتى هي كتجي رائعه هكاك كتكون المهم كتشدي كتجمعيها كلها اما كتشويها على النار مكد على النار اما كديرها في الشوايه اما كديرها في المهم شويه الفيده تخسر الفرن صافيين ايه وكتقدمي مع الصلصه ديال الطماطم صلصه الطماطم بغيت نعطيها لك نعطيك في عصير واخا عطيني غير 57 دقيقه هذه 59 دقيقه ناخذ صلصه الطماطم وبسرعه يلا واخا كناخذ نص كيلو ديال مطيشه نص كيلو مطيشه جوج فصوص ديال الثوم جوج فصوص ثوم جوج معالق يكونوا كبار ديال المعدنوس يكون مقطع رقيق نص رقيق هي معلقه كبيره ديال السمن او الزبده اللي بغات الاختيار في السيدات ولا الزيت اللي عندها موجود اييه معلقه الملح على حسب الذوق اييه جوج معالق كبار ديال الطماطم اييه اها عندنا نص كاس ديال زيت العود ولا الزيت البلديه اللي بغى الانسان يديرها اييه كتكسري داك المطيشه وكتقطعيها كديرها في شي مقله ولا ممكن تاع المعدنوس والثومه التوابل كامله كتحطها فوق العافيه على نار مهيله هي كتغلي في الاخر عاد كتضيفي داك الزيت وديك المعلقه ديال السمن اولا معلقه ديال الزبده هي وكتعطيها مرفقه مع هاد الكفته ديال داك المحشوه اللوز بالصحه والراحه لاله حليمه بارك الله فيك حنا كليناها معاك وذقناها تبارك الله عليك لاله حليمه وحبيبه ديالها وتحيه ليكم والطاقم والتحيه للزوج ديالي والابناء وجميع المستمعات كلهم شكرا لك حليمه.